الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. آخر قاعدة من قواعد باب التيمم تقول هذه القاعدة: فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يعيد. فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يعيد. والمقصود بالطهورين أي الماء والتراب. فإذا عرضت لك حالة فقدت فيها الأمرين جميعا، فلم تجد ماء تستعمله ولا ترابا تتيمم عليه، فإن اشتراط الطهارة لهذه العبادة يسقط عنك لأنك عاجز عنه. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن الحرج مرفوع عن المكلفين في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل واجب فإنه يسقط بالعجز، وأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأي شرط من شروط العبادة عجزت عن تحقيقه فإنه يسقط عنك ولا تطالب به. فإذا كنت فاقدا للطهورين جميعا للماء والتراب فإنك تصلي على حسب حالك، ولكن هل تعيد أو لا تعيد بعد القدرة على أحد الطهورين؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا إعادة. فإن قلت: ولم لا إعادة؟ نقول: لأنه فرغ من العبادة بعد أن فعلها على الوجه المأمور به شرعا، فهو لم يتجانف لإثم. ومن فرغ من فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا ولم يتجانف لإثم فإنه لا إعادة عليه، يعني لا ضمان عليه. ولأن المتقرر عند العلماء أن الإعادة تفتقر إلى دليل جديد، ولا نعلم دليلا يدل على أن من فعل هذا فهو مطالب بإعادتها، فمن أمره بالإعادة بعد القيام بما أمره الشارع به فهو مطالب بالدليل الدال على هذه الإعادة، إذ الأصل براءة الذمة. فمن أراد أن يعمر ذمته بوجوب الإعادة مرة أخرى فهو مطالب بدليل هذا الإعمار، لأن الأصل عدمه، وما كان الأصل عدمه فالأصل بقاء عدمه حتى يرد الناقل بيقين أو عن غلبة ظن. هذا هو الذي ندين الله به، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت: ولماذا أمرت من وجد الماء أثناء الصلاة أن يخرج من الصلاة وقد دخل فيها على الوجه المأمور به شرعا؟ فنقول: نعم، هو دخل ولكن لم يفرغ. لو أنه فرغ لما قلنا بوجوب الإعادة عليه، فهمتم؟ لكنه وجده قبل الفرغ. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، واختاره كما ذكرت لكم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى ذلك المأسور، فإذا أسر الإنسان في مكان لا ماء فيه ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. وكذلك يفرع عليها المريض العاجز عن استعمال أحد الطهورين، فإذا لم يستطع المريض بالنظر إلى حالته العارضة أو المرضية أن يستعمل لا ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله في الوقت ولا إعادة عليه. وكذلك المحروق الذي لا يستطيع أن يستعمل شيئا من هذه الوسائل لا ماء ولا ترابا إذا كان ممنوعا من استعمالهما طبا فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله.